فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسحة الطبية التي فيها شيء من الكحول هل هي نجسة؟ إذا ثبت أن فيها كحول، كحول نجس. الله جل وعلا قال في الخمر: فاجتنبوه. ولما حرمت الخمر خرجوا في المدينة وشقوا الدنان التي فيها الخمر وسالت في الشوارع، فلا يجوز الاحتفاظ بالخمر ولا التداوي به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: إنه يصنع الخمر للدواء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء. لا يجوز التداوي بالخمر، والكحول خمر إذا صار له تأثير وصار له وجود، أي خمر لا يجوز استعمالها. نعم.